السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بستخدم بقالي سنين الصاروخ البوش ده، بقاله عندي بتاع 3 4 سنين، عمري ما حبيته. ما تسألونيش ليه، يمكن حد تاني يعني يكون بيحترمه، انما انا بالنسبة لي الزرار بتاعه صعب التحكم فيه، حتى الفيشة بتاعته بتقع بتتسلت، يعني شوية حاجات بسيطة. بس انا ما اعرفش، يعني اكتر حاجة بتضايقني طبعا ان الزرار ده هو قوي جدا ومهم. ما علينا، فلما بعتولي المرة اللي فاتت الدريل من السعودية، قلت لهم بعتولي صاروخ بالبطارية. موضوع الصاروخ من البطارية، انا عادة هنا ما بستخدمش الصاروخ داخل الورشة، وبعمل في الجنينة الحاجات، وده بيسبب لي مشاكل انه ما فيش كهرباء بره. ومعظم الحاجات اللي انا مثلا رحت عند جار او بساعده في حاجة، بيبقى في صعوبة في الفيشة، عايز اعمل السور، يعني حاجات كتيرة جدا بتحتاج لكهرباء. فاعتقد انه انا يعني هحتاج هذا الصاروخ من دردعه. بيجي في العلبة الشيك ده، هو طبعا ده برشلس، يعني بدون فحامات او شاربون، فبيدي قوة اكتر. شوية بيانات عليه، هو بيسموه كوردلس انجل جرايندر موديل 8404. هحط لكم طبعا الكلام ده كله اسفل الفيديو اللي عايز يخش، بالاضافة الى ان هو 21 فولت، سرعته بدون حمل عليه 7500 دورة. خلينا نشوف القصة دي. وبياخد 115 ل 125 ملي ديسكات، ومعاه البطارية 4000 امبير. بس انا كنت عايز اقول حاجة، انا ما كنتش يعني انا عارف انه في بطاريتين جوه، فاول حاجة لازم نعملها اعتقد بعد كده الجماعة اللي بينزلوه في السعودية ينزلوه مرسوم عليه انه هو زائد بطارية زيادة، عشان اللي هيشوفه كده مش هيعرف انه فيه عدد 2 بطارية. غير كده من بره ماشي. خلينا نفتح ونشوف. خلينا نفتح العلبة كويسة قوي. بيباع بحوالي 170 دولار لانه فيه بطاريتين. فخلينا نفتح العلبة كويسة، شكلها حلو، تيجي بشاحن سريع بينور احمر وهو بيشحن، واخضر عندما يتم الشحن، ومعاه عدد واحد بطارية 4 امبير 21 فولت او 18 او 20، كلهم تقريبا زي بعض. ادي بطارية وادي بطارية تانية برضو نفس الوضع. الكويس في البطارية اللي ما شافش الحلقة اللي فات، انه البطارية دي بتشتغل على جميع اجهزة ماكيتا، ولو عندك جهاز ماكيتا بطارية ممكن تستخدمها على اي معدة. خلينا نفتح ونشوف نطلعه من الكيس. هو وزنه حوالي 2 كيلو بالبطارية على ما اعتقد. هنا اوكي بيتفك. خلينا نشوف، ده الزرار عشان نحل ويتشغل من هنا، بالإضافة إلى تقريبا ده بتاع البطارية هنشوف دلوقتي الزرار ده هوت. إنما كشكل عام كبناء أنا شايفه معمول كويس بصراحة، يعني شبه الماركات العالمية، الحاجة ماسكة نفسها. خلينا نركبه كده مع بعض ونشوف القصة إيه. اخر حاجة هنركب البطارية ونتأكد ان هو مش شغال. طبعا انا ما خدتش بالي بقول لكم ده بتاع امان، لا ده بتاع فقط التثبيت، فلو عايزين نثبت. دي اول حاجة. تاني حاجة، الزراير اللي هنا دي هي هنا، لو بصوا هسمعكم السرعة، ده بتاع سرعة الجهاز. طبعا الحلو فيه انه السرعات البطيئة دي لما نحسبها
ونشوف الديسك هل يتناسب معاها او الحاجة بتاعت التلميع ممكن نلمع بيه وممكن نعمل بيه حاجات كتيرة جدا. البطارية زي ما احنا شايفين مشحونة على الاخر. خلينا نجرب كم حاجة بيه كده ونقولكم رأيي في النهاية. حاجة تانية اكتشفتها يا جماعة انه دي تقريبا بتاعت البطارية غير القوة، لانه في نورين لو بصينا عليها تمنى بان التكة نشغل. خلينا نشوف السرعة، ودي بتفرق في التلميع او لو عايزين نجيب ديسكات. اربعة الاف تلتمية وخمسين السرعة التانية. خمس الاف وربعمية وشوية. والسرعة القصوى. يعني هما كاتبين 7500 من 7000، اعتبر يعني يعتبر حاجة كويسة. طبعا يا جماعة يهمني اسمع رأيكم عن السعر عن الشكل. انا بالنسبة لي اديله 8 او 9 كمان من 10، يشتغل كويس جدا، هينفعني جدا. قوليلي انتوا رأيكم ايه في موضوع سعره، موضوع ان انت تستخدم حاجة بالسلك او حاجة بالكهرباء. فمهم جدا اسمع رأيكم في الموضوع ده. هوت ناس كتيرة بتتكلم على اسلحة القطع ده، هي المفروض بالمقلوب او مش بالمقلوب، ازاي بتتركب، لكن هي بيبقى مكتوب عليها تتركب ازاي عادة. بالنسبة لما هعمل بيها مرة تلميع هبقى برضو اقول لكم. اشوفكم الحلقة الجاية والى لقاء قريب ان شاء الله. السلام عليكم.